السؤال السادس، أي شخصية شهيرة اغتيلت؟ سهل 3000 جنيه، وسط 15000 جنيه، صعب 30000 جنيه. مش عايزين نضيعهم بقى. أي شخصية شهيرة اغتيلت؟ برضو سهل يا جماعة، قبل كده كان سهل وراح مننا 25000. مين؟ احنا؟ انتوا كنتوا اخترتوا السهل. طب ممكن نختار لنا الإجابة الأول نقرر سهل ولا صعب؟ السهل 3000 جنيه، والسؤال بيقول أي شخصية شهيرة اغتيلت خلال عرض عسكري عام 1981؟ السادات. الله يرحمه القائد العظيم محمد أنور السادات. محمد أنور السادات. حادث المنصة 81؟ ايوه مظبوط 1981. اوكي الإجابة صحيحة، وبرضه يا ريت اخترتوا الصعب. كان ايه الصعب؟ كان ايه؟ كسبتوا 3000 جنيه، اسمعوا كلامي بعد كده، اسمعوا كلامي مرتين عشان ما نعرفش نجاوب. مبروك ورصيدكم دلوقتي 8500 جنيه، مستوى رائع وحضور عظيم. وهندخل في السؤال السابع. في لهجة بدوي سيناء ماذا تعني كلمة سهل 3500 جنيه، وسط 17500 جنيه، صعب 35000 جنيه؟ خالص لهجة اخواننا في سيناء تعرفوش؟ ما سافر. رحتوا سيناء بس ممكن تكونوا ما عدتوش مع البدو. لا قعدت مع البدو بس ما خدتش منهم اي كلام بتاع ليهم لغة جميلة. فيها كلام كنا بنلقطه، كلام كده بيضيع مننا. اوكي سؤالنا ب 3500 جنيه، وهو في لهجة بدوي سيناء ماذا تعني كلمة مبوقع؟ مين؟ مبوقع دي شكلها زي قلت لكم اختاروا الصعب. هو كده سهلة؟ هو ده السهل، يبقى الصعب ايه؟ مبوقع يعني انا حاسس انه زي مستقر او قاعد مثلا. مبوقع فيها فيها علاقه بالموقع مثلا. انا مبوقع في الموقع. مبوقع انا معروف متقوقع. مبوقع يعني مستكين، مستكين قاعد. ما هو اكيد مش مبوقع. ممكن تكون بقعه جت على هدومه مثلا. مبوقع ممكن لا بس مش هتبقى كده برضو. يعني انا مبوقع في بقعه. مبوقع ما هو حاسس ان احنا ما نعرفش الاجابه فنختار نختار مبوقع. ما سمعتوش مبوقع في اي مكان في سيناء؟ ما كنتش مبوقع قبل كده الحقيقه. مبوقع ناس مبوقع. انا جاي في دماغي انه يعني زي مستقر في مكان غير متحرك مثلا، حاجه مبقعة كده. أو ممكن بيقع واحد، وقع في الأرض مثلا مبوقع، بيمشي راح مبوق متكعبل في حاجة راح مبوقع على طول في الأرض. مبوقع مستقر على حاجة. خلاص مستقر. مستقر خلاص. مستقر في مكان يعني. مستقر أو مقيم أو مقيم في مكان أو مبوقع. دي الإجابة النهائية؟ إحنا بنقول المعنى مش اللفظ يعني. إحنا لا أنا عاوز الإجابة يعني في معناه إن هو مستقر أو مقيم في مكان. طب حاجة أعرف أقولها. مقيم او مستقر. مستقر آخر أو كلام. مقيم او مستقر, مستقر. باين عليك رحت سينا كتير قوي. الاجابه خاطئه والاجابه الصح مبوقع تعني نصاب.